يا غوات يلي هجمت علي. أنا ما عملت شيء أبدا، بس دافعت. هالمرة وقعتي بورطة كبيرة يا سلطانة، هالوضع ما رح يكون لصالحك. بعتوا ورا الحكيمة بسرعة، وانتي وياها تعالوا ساعدوني. على مهلكن، حاولوا ما تهزوها. دخيلك يا ربي. ادخل. أنا بصراحة غصب عني عملت هالشي. قسم قالت رح تحكي كل شي لمولانا. وقت قالت لي في مين رح يشهد معها، أنا ما عاد شفت قدامي يا حجي. ضروري لاقي الشاهد تبعه بسرعة، ضروري نلاقيه ونخلص منه يا حجي. أنا بعرف مين هو يا سلطانة. مدام بتعرفه شو ناطر؟ احكي مين هو؟ معقول كنت عم ربي حية ومو درياني؟ يا خسارة بس على كل شيء، انت آخر حدا كنت متوقع يطعني بظهري. سلطانة، أنا سويت هالشيء بس كرمالكم وكرمال حميكم. واقف مع أعدائي من ورا ظهري وعم تقلي إنه رح تشهد ضدي، وبكل وقاحة عم تقول إنه هذا الشيء كرمالي. خيانتك واضحة وما إلا مبرر غير إنك خاين وعديم الوجدان. سلطانة، درويش باشا شخص قاتل ومستحيل انه ينفذ. واذا حضرتك مصره انك تضلك تحميه، رح تضطري بالاخر تواجهي نفس النهايه. سلطانة، هلا نحن في عنا فرصه اخيره. اذا مننفذ كلام السلطانة قوسم، فانت ما رح تنأذي ابدا. أنا ما رح أرضخ للعرض تبعها، وأكيد رح لاقي حل ورح طلع حالي من هالورطة، وهالموضوع لازم يتسكر. وإنت يا حجي، كرمال خاطر هالسنين ما رح تقول شي، وما رح تفتح تمك ولا رح تقول شي.
فهمان شو عمل لك؟ يا ويلك تحكي. أهلين يا بلبل، تعال. صحة وهنا يا سلطان. سامحيني على فضولي يا سلطانة، بس حضرتك مبارح زرتي السلطانة صفية، شلون صحتها؟ هي بخير إن شاء الله؟ والدتي الحمد لله صحتها كتير كويسة. منشكر الله. مع أنها ما عم تقول، بس شفت هالشي بعيونها، شفت قديش الجروح بقلبها وروحها كبيرة، ومع هيك ما لا ندماني على شي ولا حتى عم تعترف إنها غلطت. مثل العادة بتبري حالة وبتتهم الكل وبتلومهم، يعني مثلك تماما. يعني لسه ما لحقتي توصلي ودغري علقتي بمشاكلنا السلطانة؟ قسم عقلي ما عم يستوعب كيف وصلت هي والسلطانة الأم لهالوضع. شو الغلط الكبير اللي عملته قسم مع هندان لحتى هيك جن جنونة؟ المفروض نعرف شو هي الأسباب. سلطانة، سلطانة قسم، طمنيني، انت منيحة؟ حاسة بوجع هون؟ حمدي ربك، الضربة لو كانت أقوى ما كنتي عم تحكي هلأ. سلطانة خوفتينا عليك، الحمد لله على سلامتك. ما بعرف شو بدي أحكي، بس أنا سلطان. يلا أحكي، من شو خايف يا أغا؟ بقى لها البحصة. السلطانة هندان عرفت إني ناوي أشهد معك وطلبت مني ما أحكي شي. أنا منها مو خايف، بس المشكلة درويش باشا، إذا دري بالقصة فأكيد رح يقتلني. كون مطمن آخا، هدول الاثنين انتهوا خلص. هدول اثنين؟ سلطانة حضرتك وعدتيني، قلتي لي إنه ما رح تنأذى السلطانة هندان أبداً، وإنك ما رح تحكي عن علاقتها هي والباشا نهائياً. أنا بوفي بوعدي يا حجي أغا، وإنت